دولة فلسطين وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع السلام في أرض السلام وفي العالم أجمع. السيد الرئيس، جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور. فلسطين تبعث من جديد. فلسطين، هذه رسالتي، فلتكن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي مع الحرية والاستقلال الآن، ونرجو أن لا ننتظر طويلا. شكرا لكم جزيلا.